وصلنا لمحطتنا الختامية مع شيء بتحب تملكه كل سيدة، هو قطعة مشغولة يدويا مخصوص لإلها أو قطعة أكسسوار متميزة، وهالشيء صاروا الصبايا والسيدات يدوروا عليه بكل بازار يقام لأنهم بيقدروا يلاقوه بسهولة بهيدا الباب. يعني مثل ما عودناكم مشاهدينا بصباحنا غير، دائما عم نلتقي سيدة سورية ونتعرف على تجربتها وحكاياتها مع الحرف اليدوية. ضيفتنا لليوم المدام عبير شيخ موسى يلي بتصمم قطع اكسسوارات يدويه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحنا غير. صباح النور واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني عم نشوف اليوم طاولتنا تزينت بشغلات كثير حلوه. بدايه خلينا نحكي عن هذا الشغل الحلو، ومثل ما انا سالتك هلا قبل الهواء انه في الوان، قلت لي انا بشتغل قطعه قطعه، خلينا نحكي عن هذا التميز. هلا انا بشتغل بالاحجار الكريمه او بشتغل بالاحجار العاديه. هلا دائما انا بعمل قطعه قطعه من كل حجر، ما بحب انه كررها القطعه، منه بتلاقي السيده انه هي عم تلبس هي القطعه ما في حدا مثلها لابسها. دائما بفضلوا السيدات. تماما، انه بحب البس قطعه ما حدا لابس مثلها. وبنفس الوقت انا بجيب احجار انه هي الحجر هي اللي بتخليكي تعملي تبدعي فيها او تعملي موديل حلو وتطلعي فيها قطعه حلوه. يعني الحجره بتحكي عن حالها. الحجره تماما بتحكي. مدام حضرتك لك 15 سنه بهذا المجال، يعني مانك جديده وعملتي كثير من الدورات مثل ما كنتي عم تخبرينا. قديش هذا الشيء اعطاكي تميز وانك تقدري تنفردي عن كثير من السيدات يلي عم يشتغلوا بهذا الوقت اكسسوارات؟ تماما، انا مثل ما خبرتك انا صلي 15 سنه بشتغل بهال هي عندي. انا بالبدايه انا دارسه فنون وعندي هوايه انه بالقطع اليدويه او بالقطع الفنيه، قطع فنيه انه اشتغلها. إلي مرة وحسيت حالي عم ببدع فيها، كم بلشت أعمل دورات وبلشت أعمل شغلات بسيطة لإلي. بعدين شوي شوي تطورت، صرت جيب حجار من بيروت، صرت افتح النت شوف ولحد وشارك ببازارات تابع الموضة واشتغل على هالشي هذا. وهلو الحمد وصار لي زباين كثير عن طريق البازارات، صار لي طلبات. شوي كنا عم نحكي عن البازارات نحن وضيوفنا، عم نحكي قديش فعلا هو اكثر شيء ضوى على شغل السيدات السوريه. تماما، كلهم ستات بيوت، يعني ضمن البازار كله اغلبه ستات بيوت بيشتغلوا ضمن بيتهم، وكل وحده مختصه بشيء معين وبتبدع ضمن مجال بيتها، ومو بنفس الوقت ما بتكون انه طلعت او تاخرت عن موعد بيتها او شغلها. نعم. عم تلاقي نتيجه. يعني عم نشوف على هالطاوله شغلات كثير حلوه، كمان لفتونا فناجين القهوه اللي عليهم ستراس. تماما، انا بدي اخذوا شغل معي. هلا في قطع بتاخذ مثلا يوم يومين، في قطع بتاخذ ساعه على حسب، بس انا بالنسبه لفناجين القهوه انا بجيب القطع غير الاكسسوار. نعم. بجيب القطع ساده مثل الفناجين مثل الجلايل مثل هي، وبحط عليها الزيركون او الالماس. تماما، عم تطلع قطعه عم تنال الاعجاب، يعني لقيتها قطعه مميزه، او كادرات الصور عم تكون ساده كمان عم بحط لها كريستال عم تطلع كثير. هذا الطق لفت لي نظري انا وسالي. خلينا نحكي شوي عن هذا الشغل. قديش بياخذ تقريبا منك وقت؟ شو هي الاحجار اللي بتتبعيها اكثر شيء، بتروحي بتفتشي عليها بالاسواق؟ ومثلا شو هذا الحجر؟ هلا هذا الحجر كريستال. هذا حجر كريستال، ايوه اكسسوار عادي. هذا ما اخذ معي تقريبا شيء 3 ساعات من الوقت. بس في عندك حجر اللي هو هذا والموف ومثل القطعه اللي لابستها انا، هاكي طبيعي. هذا حتى القفل تبعه مغناطيس انه ما بتضايق السيده لحتى تقعد تركبه او شيء دغري. هذا شوارفسكي طبيعي. هذا شوارفسكي طبيعي، والالماس تبعه زيركون يعني ثقيل نوعيته. كمان هون عم نشوف ميسان مخمل كمان داخل. تماما، مخمل. حجر مخمل. اي هذا كمان غريب، ويمكن
يعني اللي بيحبوا الموضه يمكن كثير بيتميزوا بهيك لون انه غريب لونه كمان اي حجر ومخمل وداخله الكريستال تمام يعني كمان هيك قطع بسيطه بس مميزه كثير تمام تكوني لابسه قطعه ساده متى ما حطيتي لها الطوق فيه حركه وهي بتلاقي انه القطعه لحالها بتحكي كثير يعني هو صراحه هيك كثير شغلات كثير شغلات ما بنعرف شو بدنا نشوف كمان طوق الورود تمام هلا هون هذا هذا كمان حجر كريستال كمان انا هذا عباره عن حبه حبه انا عملته عباره عن دوائر وصلتهم ببعض انه اقدر اعملهم حلقات ضمن بعضهم كمان اذا كنتي لابسه قطعه ساده حطيتي الطوق لحالها تطلع اكثر شيء يمكن بتحسي انه اكثر شيء زباينك هن الناس اللي كثير بيحبوا الموضه او ايضا اللي بيحبوا شيء سامبل ممكن ياخذوا هيك قطعه على لبس كثير سامبل بتخيل بياخذوا اللولو انا هلا بصراحه في ناس بيحبوا القطعه الضخمه والهي في طوق ايوه تماما هذا في ناس بتحب القطع الكبيره وفي ناس بيحبوا القطع الناعمه يعني انا بعمل هذا يعتبر من القطع الكبيره ايوه من القطع الكبيره هذا صدف هذا صدف الجوز اللي هنا بمنظره تماما هذا صدف متى ما يعني في ناس بتحب القطع الطويله على حسب الست شو بتحب وشو بترغب هو كله شيء مميز تمام. صراحه هي الحجره يعني. على فكره هي اللي بتلعب دور يعني بالقطعه يعني واللي لحالها بتعطيكي ابداع فيها تمام. يعني بيطلبوا منك احيانا احجار معينه خلينا نقول فيروز عقيق تمام في عندي انا طلبيات بخارج القطر في تماما. ست تطلب مني بس عقيق وفيروز هدول بيجيبوا مثلا الطاقه او او مثلا بيناسب الطالع تبعهم حسب معتقدات السيدات طبعا اللي نحن كثير بنحبها فكيف بتجمعيهم وبتشتغليهم قد بدهم وقت كمان هلا انا هدول الاحجار الكريمه بياكلوا معي وقت اكثر يعني بدهم شي يومين لحتى انا اقدر ضبط القطعه اشوفها هي مناسبه احيانا بركبها القطعه وبضطر فكها لانه ما بتعجبني عرفتي كيف يعني ما على حسب ما بيخلص الطوق بشوفه انه حبيته تمام يعني الموضه بتتغير كل فتره وفتره وخلال ال 15 سنه حضرتك عم تشتغلي فيها اكيد مرت عده اشكال واصناف وانواع من الموضه كيف بتحاولي انك تواكبي موضة وبنفس الوقت انك تحافظي على لمساتك الخاصة هلا هي التكنولوجيا خلتنا نتطور انا عم بفتح النت تماما بفتح وبشوف يعني انه السنه اللولو موضه اكثر السنه الفيروز اكثر ببدع فيه اكثر يعني لما بكون مثلا اللولو هلا السنه اللولو موضه كثير انه بتلاحقي اللون والحجر والحجر والهي مثلا مساوي من كل اللون اللولو يعني بجيبه من كل الالوان يعني ل 2018 اللولو ولا ل 2017 لا 2018 لولو 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 بالوان ولا بالوانه تمام اللولو بالوانه الموضه حتى هلا انا عم تجيني عبايات ساده وانا عم شكها باللولو بيجامات بيجامات لسه ما بلشت فيها بس العبايه عم يبعثوا لي اياها ساده وانا عم شكها باللولو وعم بعمل احيانا ديزاين ورده او شغله من اللولو عم تطلع كثير بدل ما يحطوا بروش مثلاً. بدل البروش او بدل او بتصير قطعه خارج السهره خارج مناسبه يعني انه تلبسيها لو لابسه شوي تلبسيها بتطلع قطعه مرتبه تمام يعني ميسان دائما القطعه اللي بتكون ساده بمثل هدول اللمسات بتحسي صارت القطعه غير اختلفت ممكن تصير لها سهره ممكن يعني بتقلبي لاكثر تماما لاكثر من شغله الواحد ممكن يستفيد منها بس في دائما سؤال بدور سالي عند الناس كلياتها انه هذا الشغل ليش دائما بيكون سعره غالي او فيها فعلا الامراه تاخذ هيك قطعه بسعر ما كثير غالي لانه هو مكلف يعني ايه هلا القطع الثقيله الاحجار الكريمه قطعه غاليه لانه موادها غاليه وحجرها غالي بس انا هلا بصراحه بالبازار انا شكلت يعني نوعت بالاسعار وما عم حط ربح كثير كبير قليل مقابل انه كل الستات يقدروا يشتروا مقابل انه البضاعه عندي يعني الانواع تروح وترجع يعني اقدر ساوي باستمرار حاطة بالأسعار قليلة وحاطة بأسعار ثقيلة ولكل طبعا لكل قطعة إلى زبونة وإلى الشخص يلي بيحب إنه يجيبها يعني عم نشوف ألوان كتير حلوة شغلات ورود دائما بتعطي طاقة
بغض النظر عن بساطتها هي لحالها بتعطي طاقه كثير. بدنا نتشكر وجودك معنا. تسلمي. بدنا نتمنى لك التوفيق بشغلك وبابداعك وبفنك. تسلمي. وانا بتشكركم وبتشكر استضافتكم. اهلا وسهلا لي وميرسي. شكرا لك. بتمنى لك كل التوفيق لك ولكل السيدات السوريات اللي دائما عم يحطوا بصمه بكل المجالات. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا.